هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، هيكون حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة، معانا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استهالة على كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن في امطار في جنوب البلاد على منطقه ابو سمبل وحلايب وشلاتين، ممكن اسوان، وفي كمان رياح مثيره للرمال والاتربه، يعني في شويه تغيرات مناخيه كده بنمر بيها، ايه تاثير دوت على باقي محافظات مصر؟ بالفعل لو اتكلمنا بدايه عن الامطار، احنا يمكن اصدرنا بالامس تنويه عن فرص امطار متوقعه على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. فرص الأمطار دي متوقع أنها تبدأ من يوم الأربع غدا إن شاء الله على المناطق دي، هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنتكلم عن مناطق من أسوان، مناطق من الأقصر، وأيضا حلايب وشلاتين. عليها فرص الأمطار دي بداية من بكرة ومستمرة معاها لمدة أسبوع. الأمطار دي طبعا بما أنها أمطار رعدية فبالتأكيد بيكون معاها رياح هابطة من أسفل هذه السحب، وبالتالي بتؤدي إلى هبات قوية ونشاط رياح قوي بيكون مباشرة قبل تساقط الأمطار، وبالتالي هيؤدي إلى إثارة للرمال والأتربة على هذه المناطق. طبعا الأمطار اللي بتحصل خلال الفترة دي على المحافظات الجنوبية دايما بنقول أن سببها هو ما يعرف بالحزام المداري أو الفاصل المداري، وده اللي بيسبب حاليا أمطار غزيرة وفيضانية على دولة السودان على حدودنا الجنوبية، وبالتالي بقايا الأمطار دي أو أطراف السحب دي بتبدأ تتقدم شمالا علشان تدخل إلى حدودنا الجنوبية. الأسبوع اللي فات شفنا طبعا أمطار مشابهة على المناطق الجنوبية. الأمطار المتوقعة هذه المرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على بعض المناطق عندنا من جنوب البلاد، علشان كده احنا من خلال حضراتكم بنوجه تحذير لاهلنا في محافظات الجنوب وسلاسل جبال البحر الاحمر بتوخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين، تجنب الوقوف تحت الاشجار او لوحات الاعلانات المعدنيه قبل تساقط الامطار او اثناء تساقط الامطار، تجنب السفر على الطرق اثناء تساقط الامطار، لأن من الوارد انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الرمال أو الأتربة المصارة وكمان نتيجة الأمطار المتساقطة. ده بالنسبة للأمطار احنا بالتأكيد بنتابعها باستمرار ويتم تحديث تنبؤاتها باستمرار في نشراتنا. طيب بالنسبة بقى للقاهرة، المحافظات الداخلية والسواحل الشمالية، أخبار الجو إيه؟ طبعا بالنسبة للقاهرة والمحافظات الداخلية فهي بعيدة تماما عن فرص الأمطار دي، لأن زي ما قلنا الأمطار بالأساس موجودة على السودان وبتبدأ تمتد شمالا لحدودنا الجنوبية، وبالتالي باقي مناطق الجمهورية زي القاهرة والسواحل الشمالية مستمرين في درجات الحرارة من 36 إلى 37 درجة مئوية، ودي بالفعل تعتبر إما حول المعدلات أو أعلى من المعدلات بحوالي درجة لدرجتين بالنسبة للقاهرة الكبرى. طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بالشكل الكبير اللي بنشوفه الفترة دي بيكون هو العامل الأساسي في إحساسنا بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة بالتأكيد مرتفعة كلما اتجهنا جنوبا من القاهرة، بتوصل ل40 وممكن أكثر من 40 درجة على شمال الصعيد، وبتوصل ل43 درجة على محافظات جنوب الصعيد. في شبورة مائية طبعا خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على شمال الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، حتى القاهرة الكبرى دي مستمرة معانا شبورة مائية خفيفة مش بتؤدي لانعدام الرؤية الأفقية، لكنها بالتأكيد موجودة خلال ساعات الصباح وتتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. طيب الجو بالليل بقى، أخبار الجو بالليل إيه؟ كلنا طبعا بنلاحظ بالليل تحسن نسبي في الاحوال الجويه، نشاط نسبي للرياح بيدينا مزيد من الاحساس بتحسن الاجواء وبانخفاض درجات الحراره على خلاف الاسابيع اللي فاتت. بالفعل خلال ساعات الليل اجواء ممتازه، اجواء مائله للحراره بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، لكن نشاط الرياح في المناطق المكشوفه على سواء على القاهره او السواحل الشماليه وحتى محافظات الوجه البحري بيلطف الاجواء بشكل كبير. الصوره بالنسبه للقاهره تتراوح من 25 ل 26 درجه مئويه،
طبعا اقل من كده بتوصل ل 24 و25 على السواحل الشماليه، لكن محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء درجات الحراره بالليل عليها بتوصل ل 30 درجه مئويه، وده بيخلي الاجواء هناك مائله للحراره بشكل كبير. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع ان القاهره العظمى فيها تكون 36 والصغرى 27 والعاصمه الاداريه 37 26، الاسكندريه 33 24، والعلمين الجديده 32 24، مطروح 31 25، دمياط 32 26، بورسعيد 32 27، والاسماعيليه 38 25، السويس 36 26، والعريش 34 24، اما كاترين 34 18، وطوبه 36 25، حلايب 36 29، شلاتين 40 30، شرم الشيخ 39 30، والغردقه 41 30، اما الفيوم 37 26، وبني سويف 37 26، الوادي الجديد 41 24، واسيوط 38 26، سوهاج 39 27، انا 41 27، الأقصر 42 28، وأسوان 43 30. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة ودرجات الحرارة المتوقعة معانا النهاردة في القاهرة والمحافظات. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمصطفى والهبة عشان نتابع فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا.